الهدف مرصود والرشاش جاهز الهدف مرصود والرشاش جاهز حضروا الاكفان ودوها الجنايز حضروا الاكفان ودوها الجنايز الهدف مرصود والرشاش جاهز حضروا الاكفان ودوها الجنايز واسأل الميدان عن اهل المعاجز واسأل الميدان عن اهل المعاجز كم قد الساعات للحرب الضروس يوم خضناها ندرسهم دروس من غليل القلب هب نرضى النفوس من غليل القلب هب نرضى النفوس يا زمان الصمت بكانا تكلم والمعاني قالها شاعر مهندم واللسان اقوى من اسلاح المحرم واللسان اقوى من اسلاح المحرم هالمراجل ودها قوة قلوب يوم تفعل فعلها يكون محسوب والعقل زينه يا العقل اللبوب والعقل زينه يا العقل اللبوب اعلن استنفار بصوت البنادق الجيوش صفوف وتعلى البيارق من دخلنا الحرب حطمنا البيادق من دخلنا الحرب حطمنا البيادق يا نجوم بس ما معك الوداع من ينادينا نفزع له بساعة والسبع ما يفزع إلا للسباعة والسبع ما يفزع إلا للسباعة يا هلا بالزين يا كل المراحب الكفن عز ونوفي هالمطالب واسألوا عنا وافين المواجب واسألوا عنا وافين المواجب من تعدى نوقف بحد الحسام ما نخلى الحد وما ننسى القدام عيالنا ندرسها من يوم الفطام عيالنا ندرسها من يوم الفطام ويلي ويلي من يعادينا يا ويلي توحش الدنيا ويا مدمس هليل نهشم خشومه بخماصة ثقيله نهشم خشومه بخماصة ثقيله دقت قلبك اوي يزهر لي زئير حضر الصندوق وسلك للجرير ريحة البارود ازكى من العبير ريحة البارود ازكى من العبير هاد لا تسايس لا تعاتب اعلن العدوان عجحور الثعالب حي هالمغوار مفتول الشوارب حي هالمغوار مفتول الشوارب في كتاب المجد صفحات وسطور نكره الكبرى وما نريد الغرور والأدب فينا عمر العصار والأدب فينا عمر شموخي مثل الجبال الرواسي فالمعارك عسكري والقلب قاسي والأدب ترباي تمصنف قياسي والأدب ترباي تمصنف قياسي يا ربوعي فالحرب صربة عساكر مثل صقر بس ما يوم يناور من يحاربهم بروحه يغامر من يحاربهم بروحه يغامر تورط نفسك واسأل جدودك واغلق فمك والزمها حدودك وان ما تلزمها ابن انهي وجودك وان ما تلزمها ابن انهي وجودك هالمعاجم واللغة قول السنافي ينظم الابيات والشعر احترافي اقرا ما بين السطور اقرا الخوافي اقرا ما بين السطور اقرا الخوافي